بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حافظه الله برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة يوليو المجيدة عرب جلالته فيها عن طيب تهانيه وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار مشيدا جلالته رعاه الله بعمق العلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو